خلنا نحل سؤال C. Copy constructor create a copy of list object of type kwArrayList. Method heading public kwArrayList وبنستلم kArrayWList. تمام؟ فشلون بيكون الميثود؟ ان احنا بنسوي copy. شنو معناته copy constructor؟ خلنا نفهم الفكرة. الفكرة ان احنا شنو already عندنا هالarray في size وفي كل شيء وفي data. اهم شيء data size هني 6 والcapacity 8. تمام؟ ونبي ننقل كل المعلومات هاي خلنا نسميه مثلا list 1. list 1 زين. وهاي الثاني بيكون اسمه list 2. احنا نبي ننقل كل معلومات list 1 الى list 2 بالاضافه الى السايز والكاباسيتي زين. فاول شيء بننقل السايز والكاباسيتي. هاي وايد ضروري زين. اذا واحد منهم missing بيسوي لنا مشاكل خاصه السايز زين. ثاني شغلة الداتا نحطها نفس الاوردر بالضبط في مكانها في الليست. اعتقد فهمتوا الفكرة وش اسمه. بنشوف احسن طريقة عشان نسوي الكود. تمام؟ خلنا نروح حق الكمبايلر. هاي عندنا داتا اوريدي خليناها زين. بنسوي شنو؟ بنسوي لستة ثانية خلنا نسميه kwArrayList. نسميه task list عشان يكون الاسم مختلف. equal new kArrayList. وهني بيكون الليست مالتنا. هاي الليست اللي فوق اللي فيها الداتا وفيها كل شيء شنو بنطرشها هني زين. بنقول له list. تمام؟ ما عليكم الايرور لان اوريدي احنا بنشتغل في الكلاس. ف هالكونستراكتر مو موجود وقت اللي بنسويه هناك هالايرور بيروح. تمام؟ فبنروح هنا بنسوي الكونستراكتر. شنو بنقول له؟ بنقول له public وبنخلي داخله خلينا نسميه شيء واضح. نقول received list مثلا. هاي اللي استلمناه من وين؟ من المين. تمام؟ نحتاج ثلاثة أشياء مهمة زين. هو الكاباسيتي equal. خب طبعا لأن احنا بنستلم زين من الليست اللي قبله فشنو بنقول له؟ بنقول له receive list dot capacity. تمام؟ لو تلاحظون هاي الكاباسيتي برايفت ما اقدر استدعيه في المين، ولكن هني الوضع مختلف. ليش؟ لان نفس الكلاس. تمام؟ اذا نفس الكلاس والكلاس حق نفسه ما يعتبر برايفت، فمن هالسبب ان اقدر اخلي capacity equal dot capacity. لو كان في كلاس ثاني ما قدرت استدعيه. تمام؟ حتى الايرور مثل ما تشوفون راح زين. capacity بعدين شنو size وايد مهم. بعد نفس الطريقة size equal receive list dot size. تمام؟ الحين the data. يمكن بعضكم يسأل ان بنسوي نفس الحركة حق data. تمام، خلا بسويها بطريقة ثانية بعدين. اخر شيء بقول لكم ليش انا ما نقدر نسويها نفس الاثنين اللي فوق. تمام؟ اذا فهني ذا داتا شنو بنقول له؟ بنقول له بنستخدم كلاس arrays dot copy of نفس اللي استخدمناه حق الريلوكيت. بنخلي هني ذا داتا فاصله capacity وتمام وخلص الكونستراكتر مالنا. هاي هو في حال ان سمح لنا نستدعي هالكلاس. في حال ما سمح لنا بنكتب الكود بس. ولكن قبل هاي خلينا نشوف الاوتبوت زين.
شنو بنطبع؟ بنطبع أول شيء الليست مالتنا system.out سميه list one equal منخلي هني شنو؟ نخلي list.toString لا تنسون الزاد. زين بعدين بنطبع شنو؟ سمي هني list2 وهني نسمي task list. الكابيتال. خلينا نشغل البرنامج ونشوف. طلع لي هالايرور لان نسيت اخلي the data مالت الريسيف. زين فلا تنسون هالشيء مثل ما انا نسيت. زين فخلينا نشوف الحين. وطلع لي بعد ايرور ثاني. ليش؟ لان يوم بنستلمه نستلمه على شنو؟ على اساس ان هاي شنو اوبجكت. شوفوا وياي فوق the data احنا شنو عرفناها من قبل الكونستركتر، عرفناها اوبجكت. تمام، فما يصير نخلي اوبجكت في مكان، ما نقدر نخلي اوبجكت في ذا داتا. زين اللي هي شنو في الاصل؟ اي. تمام هنا سوينا لها كاستنج، فمفترض هناك بعد نسوي لها كاستنج نفس الطريقه. نقول له اي والحين شغل البرنامج بيطلع لنا copy paste من الليست. إذن خلنا الحين نكتب هاي manually الArrayList في حال ما سمح لي استخدم برنامج. شلون بسوي؟ خلنا نشوف. خب السايز والكاباسيتي وايد مهمين. اول خطوة شو اسوي؟ اعرف سايز حق الديتا مالتي. زين فمثل ما تعرفون ما اقدر اخلي اوبجكت، يعني مثلا لو كتبت نيو اوبجكت زين وهني خليت كاباسيتي مالتي، لو هالكاباسيتي الحين هاي خلاص ما نحتاج نستخدم ذلين. زين فعطاني ايرور. ليش؟ لان لازم ارد احوله زين الى التايب الاصلي. تمام فحولته، بعدين شنو؟ بفتح لوب واقول له انتجر i less than size i plus plus، لانه بيكون سطر واحد فما بحتاج. شنو بقول له؟ بقول له the data، ركزوا وياي هنا عدل، the data اي واحد هاي. تمام i equal شنو؟ receive list dot the data i. تمام هل error شكله بسبة الكاستنج؟ زين فبنسوي له كاستنج وخلاص. هنا اعتقد ايه هني. ليش بس ايه؟ لان هني قاعد ندخل داخل الاليمنت بس. تمام وهاي الايرور بنحط هنا صفر خلاص. مو قاعد ناخذ الاري كامل، قاعد ناخذ بس جزء. يعني شوفوا هني بس قاعد اخذ هني. تمام مو قاعد اخذ الاري كله. زين فشنو؟ بس نشغل الكود ونشوف. مثل ما شفتوا بالضبط صار نفس الشغلة. الحين عرفنا ان شلون نسوي بالهارد كودينج. خلنا نعرف ليش ما يصير هالحركة. خلنا برويكم زين ليش ما تصير هالحركة. يعني بعضكم بيقول اذا نحط، خلنا لا ابتدي بهاي عشان ما اخربطكم. فخلنا نقول مثلا بقول له receive dot data وانتهى الموضوع. بعد اعور راسي ولوب واستخدم كلاس. برايكم السبب ليش ما اقدر؟ وهني اخلي اري
زين خلينا نشوف، شوفوا الحين الداتا بالضبط تطلع لي نفس الشيء، ولكن برايكم شغله وايد مهمه. زين الحين الداتا الاوليه زين بنسميها before adding، وهني بعد نفس الشيء before adding. زين شنو بنسوي الحين؟ الحين بسوي add. وين بسوي add؟ بسوي add في هاي task list، تمام dot add. زين هني بخلي مثلا خلينا نقول خلينا بحط رقم يعني غريب شوي عشان يبان لكم. زين وين انا سويته؟ في task list. الحين بطبع الاثنين سويهم كوبي. زين وبشيل الهاي عشان تشوفون شنو قاعد يصير. زين فخلينا نشغل البرنامج. الحين انتو بتقولون اكو ما تغير شيء، ايه لان ليش؟ لان السايز هناك ما تغير، سايز مال الاري ليست ما تغيرت، ولكن خلنا بسوي شغلة ثانية عشان تشوفون شنو قاعد يصير. زين تحت ذي بحط شنو؟ بحط ليست مثلا، خلينا نقول عاد بحط رقم كذي عشان تقدرون تلاحظونه. شوفوا هني صار مكان الهاي يتغير. زين انا بس ضفت في مكان واحد ولكن ضف في المكانين وخذ مكان ذي. ليش؟ بقول لكم السبب. علشان اعرف السبب ان ليش خذ هالرقم وصار هاي مكانه، خلنا نروح نشيك الميموري ادرس مالهم. زين شلون نقدر نشيك؟ برايكم الحين اذا كتبنا هني system.out زين وكتبنا the data مال اول واحدة وبعدين تحتها خلينا ال receive list dot وهنا خلينا second، بيعطينا الادرس memory مال كل واحدة فيهم. لان ليش؟ اذا خلينا array مثل ما تعرفون array بدون position بيعطينا الادرس memory، هو كذي. بشغل البرنامج الحين ومثل ما تشوفون زين الادرس ميموري بالضبط نفس الشيء. زين اذا بالضبط نفس الشيء اي تغيير اسوي في واحد منهم شنو بيصير؟ بيغير في الاثنين، فهاي مشكلة. فلازم فما يصير اخلي الادرس ميموري يكون نفس الشيء، بيسوي لي مشاكل. مثل ما شفتوا الحين كل ما اضيف في الليست زين بيتغير. خلينا نشوف بعد بضيف بتشوفون وياي. خلينا بضيف بعد في الليست بتشوفون الليست الاوليه اوكي ما فيها شيء، بتشوفون ان هني ما طالع لان السايز ما قاعد يتغير. فاذا خليت تاسك سايز بيتغير، لا بيصير ازيد. مثلا بنحط هني شوفوا شنو بيصير، شوفوا الثنائيهم تغيروا، حتى الليست الاوليه اتغيرت. لان ليش؟ الادرس مالهم ادرس ميموري مالهم الثنائيهم متشابه، تمام. فاذا متشابه فاي تغيير في واحد منهم بيغير في الاثنين، واحنا هالشي ما نبغي، نبغي يكون منفصل ان احنا صدق خذينا الديتا مالت ليست ولكن نبي نضيف عليها، نبي نعدل عليها. فهاي المشكله، من كذي ما نقدر نخلي بهالطريقه ننقل الديتا لان الادرس بيصير واحد. هنيك خب مكتوب بالهكسا، هكسا كود، بشرح لكم شنو الهكسا. ولكن قبل هاي خلي براويكم، يعني مثلا ممكن واحد منكم يسأل زين انت الحين الديتا
خليته equal data وصار لك مشكلة في الأدرس. إذن وشنو عن الـ size والـ capacity؟ سؤال في محله. فعلشان نشوف ونعرف شنو بنسوي، بنطلع الـ address مالت شنو الـ size ويل السايز مالت الليست والسايز الثاني، علشان نعرف في ميثود بارز اسمه سيستم، وطبعا نحتاج نخليه داخل سيستم دوت اوت اسمه سيستم دوت ايدنتيتي هاش كود. هاش كود شنو معناته؟ هاي ان شاء الله بناخذ اخر الكورس بناخذ هاش كود، ولكن عشان تشوفون ان شلون قاعد يطلع الهاش كود خلي بطبع لكم. بناخذ سايز اول وحده، تمام، وبطبع السايز الثانيه بس عشان اراويكم السايز الثانيه اللي هي مال وين، مال ريسيف ليست، تمام، عشان اوريكم الهاش كود شلون قاعد يطلع. شوفوا يطلع لي بشكل ارقام، وهاي شوي يعني مزعج في القراءه، فبنحوله الى شنو، الى هكسا زي نفس اللي كان اوريدي كان يسوون. عشان نحوله شنو نقول؟ نقول له انتجر dot to hexa string، ونخلي كل هاي في القوس عشان يحوله. ونفس الشغلة حق هني، فالحين تحول لي الى هكسا. شوفوا صار وايد اقل، وين ذي وين ذاك، خلي بس عشان اراويكم واحد منهم. شوفوا هاي اختصار لنا واوضح في القراءة. من كذي يستخدمون هكسا. هكسا شنو معناته بس على السريع؟ هكسا هو عدد من 16 عدد، زين، وقت اللي نوصل حق 10 يبدلونه ب A 11 بي سي، يعني ما في رقم 10، في رقم A هو عبارة عن 10، زين، فا A هو 10 بي 11 و12 مثل ما تشوفوا في الجدول. فإذا نبي نقول مثلا يعني مثلا إذا نطالع الأرقام هنا، كل حرف من ذلين له رقم، يعني مثلا A هاي معناته 10 10 0 9 E E 9 2، هاي شنو بيختصر لنا. إذا تستخدم يعني مثلا 16 حرف أحسن مما تستخدم 9 أحرف، بيختصر عليك الأرقام، فككودينج بيصير أحسن. فمن كذي هاي الهكسا، هاي يستخدمون دائما في الالوان. اذا تلاحظون اذا نكتب هكسا كود عشان الالوان شوي كودها طويله مثل ما تشوفون، زين، اورنج هاي كلها هكسا كود. اذا نروح حق الصور شوفوا هالالوان هاي كلها هكسا، تمام، هاي ارقام هكسا، كل لون نقدر نخليه بالهكسا ونقدر نخليه بالار RPG ثنائيهم يصير. فأنا الحين عشان يعني أصغر الأرقام ما يخربطني بخليه بالهكسا، تمام، شلون بخليه بالهكسا؟ بخلي integer to hexa string داخل قوس عشان يحول لي هالرقم اللي طلع لي إلى الهكسا، تمام. نرجع حق موضوعنا. فشوفوا هني السايز نفس المكان خذاه، صح، ولكن خلنا نشوف هني وقت اللي قاعد يزيد، زين، فخلنا نحط الحين وين نحطهم؟ نحطهم عقب واحد منهم صار اد، زين، فشنو بيصير؟ بناخذ، خلنا ناخذ واحدة منهم، نسوي لها كوبي، نحطها هني، نغير السايز إلى شنو؟ list dot size
مرة ثانية ناخذها كوفي نخليها تحت ونغيرها إلى task list ونشغل البرنامج ونشوف. زين خلنا نطالع الاوتبوت. اول شيء هاي وين؟ هاي اللي هني سايز وسايز نفس الادرس تمام. بعدين شنو طبعنا الليسته مالتنا نفس الشيء عقب زدنا واحد منهم بس تمام. فيوم زدنا واحد منهم صار الادرس اختلف. الادرس ظل الليست مثل ما تشوفون الليست ظل على الادرس القبلي ولكن التاسك اللي صار فيه الاد اتغير الادرس تمام. فوقت اللي يتغير هاي ما بيصير متشابهين يعني هاي ست مثلا هاي ستة او سبعة. خلينا نشوف خلينا نطبع زين مثل ما نشوف طبعا خلينا اوكي خلينا نخليهم هني اخر شيء. مثل ما نشوف السايز مختلف والرقم بعد مختلف فاوكي. لان ليش وقت اللي نسوي بلس بلس في الاد هني خلوا بوريكم في الاد وقت اللي نسوي بلس بلس على السايز يتغير بيروح حق ادرس ثاني. اما المشكله وين؟ المشكله في الاري. شوفوا يا حتى لو خليته في النص الاري هني خلينا نشيك نحط الاري في النص يعني قبل الاد هاي ونشوف الادرس بيتغير ما بيتغير وبتشوفون. علشان اغيره اسهل طريقه ما اقدر اخليه في المين بشيل هالكود وبشيل خلينا نشيل دلين السايز فهمنا الفكره. شنو بسوي؟ ما اقدر اعدله من المين فبروح شنو بسوي بضيف هالشغله في وين في التو سترينج. عندي تو سترينج لا وانا ابي اشوف الداتا فشنو بقوله بقوله ذا داتا زائد زين. الحين كل كلاس منهم بستدعي بالداتا مالته تمام. فالحين اذا خذينا تو سترينج خليته هنا زين وخلينا نشوف مثل ما تشوفون في كل الأحوال متشابهة في كل الأحوال كلهم متشابهين وهاي مشكلة وهاي مشكلة. شوفوا كله نفس الرقم ولكن إذا سويتها بالطريقة الثانية اللي هي race dot copy of خلينا هنا receive.listData capacity بيعطيني casting. الحين لازم اسوي casting شوفوا الحين الاري مختلف من البداية اصلا غير هاي غير وهاي غير. هني ضفت هني ضفت عادي هني بعدين ضفت عليه ما كل واحد ولستته لان ليش الادرس غير مثل ما تشوفون الارقام كلهم اعتدلوا نفس اللي ابغيهم ما صار شبك لان شنو كل واحد الادرس ميموري ماله غير تمام. فمن هالسبب ما اقدر اسوي ذيك الحركة اوكي. اعتقد الفكرة وصلت. انا حبيت اضيف لكم اشياء زيادة عشان وقت اللي بتفحصون الكود اذا في خلل اذا المتشابهين تعرفون شلون تشيكون.
وغير ذي أبي أشغل فضولكم عشان تدورون على أشياء أحسن وتتعلمون أزيد. أوكي.